شتاء العام 2009، سباق بين الاتحاد والأهلي للتعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو ماسو. القضية تستأثر باهتمام الشارع الرياضي في السعودية، والرئيس العام لرعاية الشباب يتدخل لمنع الناديين من التعاقد مع هذا اللاعب تحديدا. رئيس لجنة الاحتراف يؤكد للعربية في ديسمبر من العام نفسه عدم وجود عقد رسمي بين الاتحاد وماسو. في فرق انه في اوراق موجوده، وهل هذا عقد مفاوضات تفاوض عرض وطلب؟ اللي كان موجود هو عرض، هل توافقوا على هذا العرض ولا لا؟ هذا لا يعتبر عقد. تغيب اخبار القضيه لنحو 4 أعوام قبل ان تعود في العام 2013. الاتحاد الدولي يرسل برقيه يهدد فيها الاتحاد بعقوبه الايقاف ويمنحه مهله 2 يوم. نادي الاتحاد يلجأ إلى محكمة كأس الرياضية قبل أن يخسر القضية. الفيفا يرسل خطابا في 10 مايو عام 2015 يطالب الاتحاد بدفع أكثر من $500,000. اجتمع لؤي ناظر عضو إدارة النادي، وفريد مشرف أمين الصندوق، وأحمد روزي مدير مكتب رعاية الشباب بحضور المحامي ماجد قروب. يوصي المجتمعون بتحويل مبالغ مالية تخص عقد اللاعب ومصاريف محكمة كأس، دون الإشارة إلى الغرامة المالية المستحقة للاتحاد الدولي. يعود فيفا للقضية بعد 1.5 العام ليبعث بخطاب يعلن فيه عقوبة تتمثل بحسم 3 نقاط من رصيد الاتحاد خلال الموسم الحالي. الحديث يدور عن خطأ في تحويل مصاريف المحكمة وغرامة الاتحاد الدولي إلى حساب محكمة كاس، فضلا عن عجز بنحو 1000 يورو تخص مصاريف التحكيم التي دفعها النادي عن اللعب. حالة من الارتباك ومشاورات مستمرة بين مسؤولي نادي الاتحاد وإدارة اتحاد اللعبة تمهيدا لنقض القرار وإعادة النقاط والصدارة إلى الاتحاد.